الحقيقة إنه الحديث دائما عن الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء هو حديث مهم جدا، لأنه العالم كله بقاله سنوات بيبحث عن كل المصادر المتاحة واللي ممكن نشتغل عليها أكتر وأكتر لتوفير هذه الطاقة المطلوبة طبعا في مجتمعاتنا وفي العالم، وللحديث عن فكرة استدامتها أيضا. وبالتالي مؤخرا هنلاقي نفسنا كتير بنسمع مصطلحات زي الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأزرق وغيرها من المصطلحات اللي مهم ان احنا نعرف كيف يمكن ان توفرها الدولة وكيف يمكن ان نستخدمها ايضا. صحيح، الحقيقة ان مصر ومؤسسات الدولة المصرية بتعمل على الوصول الى نسبة 42% من انتاج الطاقة او من انتاج الكهرباء بشكل عام من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة. في هذا الاطار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اكدت ان الوزارة وقعت عدد من مذكرات التفاهم لبداية الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، وده خطوة أولى للتوسع في هذا المجال، خصوصا أن الهيدروجين الأخضر هيكون وقود المستقبل خلال العشر سنوات القادمة. على أي حال معنا على الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، تحياتي لحضراتكم يا فندم وتحياتي لجميع المتابعين الكرام. يا صباح وسهلا. الفل عليك يا دكتور. أنا طيب احنا كنا بنتكلم على ان مصر بتستهدف الوصول لنسبه 42% من انتاج الطاقه من خلال الطاقه الجديده المتجدده وصولا الى عام 2030، ما هي الاليات، ما هي الادوات والوسائل والطرق اللي بتنتهجها وزاره الكهرباء للوصول الى هذه النسبه؟ هو طبعا زي ما حضرتك اشرت ان هو توجه بتسعى ليه الحكومه لزياده في المصادر المختلفه وخاصه المصادر الجديده والمتجدده، ويمكن يعني حاطين سياسه مهمه جدا وهو التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا المجال ايضا، بحيث ان هو شريك مهم جدا. ويمكن من كده يعني تم اطلاق اول حاجه بالنسبه للطاقه الجديده المتجدده بعض السياسات لتشجيع القطاع الخاص في الدخول في هذا المجال في مساحات واماكن جاهزه بدراستها سواء للخلايا الشمسيه او مزارع الرياح، بالاضافه الى الاليات المختلفه سواء بالنسبه للتعريفه اللي بيتم التعامل معاهم فيها، اللي هي سعر الكهرباء بيشتري منهم، يمكن الحمد لله نزلنا باسعار كويسه جدا منها. كمان في نفس الوقت الجزء الاخر وهو خاص بالهيدروجين الاخضر، وهو ده زي ما حضرتك اشرته هو وقود المستقبل او مصدر الطاقه للمستقبل. وعايز اقول لحضرتك يعني برضه من خلالكم يعني الهيدروجين الاخضر يعني ايه؟ هو الحصول على عنصر هيدروجين من خلال التحليل الكهربي للميه، بنطلع هيدروجين واكسجين. لما بيكون الكهرباء المستخدمه كهرباء نظيفه او من المصادر المتجدده، من هنا بيجي اسم الهيدروجين الاخضر. ويمكن المذكرات تفاهم اللي حضرتك اشرت ليها، اي بالفعل احنا بنسعى للتعاون مع يعني الخبرات الاجنبيه الكبيره لبدايه الدراسه لكيفيه التصدير والاستفاده بها محليا، وكمان في نفس الوقت التصدير بتاعها. ويمكن مشروعات يعني كان في مشروع يعني برضه تجريبي بسيط بيتم حاليا العمل به كل قطاع خاص للانتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، لان دي من ضمن التحولات اللي يعني بيتم الاستفاده بها من الهيدروجين الاخضر. واحنا يعني دلوقتي الحمد لله احنا في الطاقه الجديده المتجدده وصلنا لقدرات كويسه جدا، يمكن على سنه 2023 ان شاء الله هنصل الى قدرات مركبه من الطاقات المتجدده الى حوالي 10,000 ميجا وات، ودي كميه كبيره. نسبته كام؟ احنا وصلنا دلوقتي ل 20% كويس من الحمل الاقصى. ان شاء الله على سنه 23 النسبه دي هتزيد، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على في حدود تقريبا اكثر من 6000 ميجا وات من الطاقات المتجدده. ان شاء الله على 2023 هنكون وصلنا ل 10,000 ميجا وات، زياده 40%. وبعد كده ان شاء الله يمكن هي ديت احنا بنمشي يعني في اطار
الخطه الاستراتيجيه المصريه اللي بتضعها اللي بيضعها المجلس الاعلى للطاقه وبيتم تحديثها يعني بالتعاون مع مكتب الشارع العالمي بيتم تحديثها اول باول يعني انا بالحديث يا دكتور لو تسمح لي بالحديث عن موضوع الاستراتيجيه او يعني وضع استراتيجيه للمستقبل للوصول الى استراتيجيه التنميه المستدامه 2030 ده سؤال مهم جدا هنا لانه اي كلام لينا عن طاقه متجدده عن الاستفاده من مصادر الموارد الطبيعيه وما الى ذلك خلاص بقينا لازم واحنا مغمضين عينينا نربطه بما يعرف بالتنميه المستدامه والمستقبل المستدام باذن الله. إزاي ممكن نكون مطمئنين أنه كل هذه الموارد الطبيعية مع المشروعات وحتى الشراكات الأجنبية شراكاتنا مع عدد من الدول ومذكرات التفاهم كلها بتحافظ على تحقيق هذه التنمية المستدامة للمستقبل؟ هو طبعا من يعني من ضمن المبادئ الخاصه بالتنميه المستدامه هو كيفيه الحفاظ على الموارد الخاصه بينا الامكانيات بتاعتنا وفي نفس الوقت التوسع في الطاقه الخضراء والطاقه النظيفه ويمكن زي ما حضرتك اشرتي في مشروعات تنمويه كتير جدا في المستقبل ضمن برضه التنميه المستدامه ويمكن من اهمها هي الطاقه النظيفه ويمكن من هنا كانت فعلا التوسع في الطاقه الجديده والمتجدده بتصب في المبادئ والاهداف الخاصه بالتنميه المستدامه زي ما حضرتك اشرتي هو مخطط احنا بنمشي بيه بطريقه علميه بنتعاون مع كل الجهات الاجنبيه والاستشاريين العالميين لما احنا حطينا ال 42% طاقه جديده متجدده على لغايه 2035 ده بيصب في التنميه المستدامه رؤيه مصر 2030 وفي نفس الوقت يمكن اقرب مثال المخطط او ان شاء الله مصر يعني هتنظم مؤتمر التغير المناخي السنه دي في نهايه هذا العام وبالتالي ده بيعكس مدى اهتمام مصر واشاده العالم بالخطط اللي ماشيه بيها مصر وطبقا للتنميه المستدامه مش بتاعتها بس ده كمان بتاعت الامم المتحده. صحيح. نعم. دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح والحقيقه ان مصر الدوله المصريه ومؤسستها بذلت جهد كبير وحققت طفره كبيره في مجال الكهرباء. صحيح. ومجال الطاقه من 2014 كلنا نفتكر قبل 2014 كان في ازمه كهرباء اظن من 2009 و2010 لحد 2014 عندما قررت الدوله ونفذت وارادت وكان في اراده سياسيه لحل مشكله الكهرباء خلال عام واحد فقط. أظن التجربة المصرية في مجال الطاقة ومجال الكهرباء تجربة يحتذى بها في كل الدول النامية في كل الدول اللي بتعاني من أزمة كهرباء وأزمة طاقة لدرجة الوقت احنا بقينا نصدر الكهرباء أو نصدر الطاقة ومصر بتعتبر هب بتعتبر مركز رئيسي في إقليم شمال أفريقيا وإقليم الشرق الأوسط فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الكهرباء والطاقة. هو الصعوبة والتحدي الحقيقيين هو ما كانش بس إنه أعالج مشكلات الكهرباء والطاقة اللي كانت عندي فعلا ما قبل 2014 أعتقد كلنا فاكرينها هي الصعوبة والتحدي إن أنا عالجت المشكلة دي وخليت المواطن يعدي المشكلة دي وفي نفس الوقت بشتغل على المستقبل. صحيح. بشتغل إن أنا أحقق استراتيجيات بعيدة القصيرة وبعيدة المدى وتنمية مستدامة وما إلى ذلك فده كان التحدي الأكبر.